سائلة تقول: امرأة أحرمت من الميقات ولما بلغت مكة تعبت فلم تعتمر، وقيل لها خذي عربة متحركة فرفضت ولم تعتمر. وكذلك سائل يسأل عن من وجد زحمة بجانب الحرم وخشي على أولاده فلم يعتمر. نعم، أولا يجب أن نعلم أن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا شرع فيها يجب أن يتمها، غير الحج والعمرة من النفل، إن شئت أتمها وإن شئت لا تتمها. فلو أن الإنسان صام وفي أثناء النهار أحب أن يفطر والصوم نفل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، دخل على أهله ذات يوم وهو صائم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، عندنا حيس، يعني تمر بأقط. قال: أريني، فلقد أصبحت صائما. في الصلاة لو أن الإنسان دخل في الصلاة ثم سمع من يناديه وقطع الصلاة وهي نفل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، كل نفل دخل الإنسان فيه فإنه يجوز أن يقطعه إلا الحج والعمرة، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من هدي. وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، يعني قبل فرض الحج، والأمر أتموا الحج ولم يقل حجوا، فهو أمر لمن شرع في الحج أو العمرة أن يتمه. على هذا نقول لهذه المرأة التي أحرمت بالحج وتعبت حين وصلت مكة وقيل لها اركبي بعربة وأبت، إن كانت عند الإحرام وقد شعرت بأنها فيها شيء من التعب، إن كانت قد قالت: إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فلا حرج عليها، تترك العمرة وترجع إلى بلدها. وإن لم تقل ذلك وجب عليها إتمام العمرة ولو كانت على عربة، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طواف الوداع: إني أجد يا رسول الله شاكيا، قال: حجي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تركب. فإذا كانت قد، فلتسمع الجواب الآن، إن كانت قد قالت عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فما حل حيث حبستني، فليس عليها شيء لأنها أجرت. وإن لم تكن قالت ذلك فهي الآن محرمة، لا تزال في إحرامها، يجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، فلا تقرب زوجها إن كان ذات زوج، ولا تتطيب، ويلزمها الآن أن تسافر إلى مكة وتكمل العمرة. وماذا تصنع؟ هل تحرم من الميقات أو لا تحرم؟ أجيب: لا تحرم، لأن الآن محرمة، يجب أن تذهب إلى مكة وتذهب إلى البيت على طول وتطوف وتسعى وتقصر وترجع. الثاني الذي اعتمر معه أولاده وخاف من الزحام نقول فيه كما قال، كما قلنا في المرة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن الناس يحرصون على أن يحرم الأطفال من ذكور وإناث بالحج والعمرة مع المشقة الشديدة عليهم وعلى أطفالهم، بل إنه ربما يختل إتيانه بالأمور المستحبة في نسكه من أجل مراعاة الأطفال، وهذا لا ينبغي. صحيح أن الإنسان إذا أحرم بأطفاله له أجر، لكن إذا كان هذا الأجر يؤدي إلى أن يخل بنسكه هو فلا يفعل. وحال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كحال الناس اليوم، أكثر ما قيل من الذي حج مع الرسول 100,000، وكلهم كما نعلم خير القرون،
كم من يحج الآن ويعتمر؟ نعم، يعني أكثر من مليون، أكثر من مليون، ومع ذلك عندهم الغشم وعدم المبالاة والضنك الشديد. فلماذا أتعب وأتعب أولادي؟ خلى الأولاد يقعدون في البيت، يقعدون في الخيمة، وأسلم من أذيتهم ومن تأذي منهم.